خير يا عم سيد، عامل ايه اخبارك؟ ما تورينا النهارده بقى الاشكال الجديده الموجوده عندك. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاجه مثلا زي كده. ما شاء الله، شايفين يا بنات الشغل بتاعها والتطريز بتاعها. شايف التفاصيل؟ بص التفاصيل كويس. حلوه قوي دي، جميله. ده عامله كام دي؟ دي عامله 350. دي 350. شغاله دريس. هي فستان وشغاله في نفس الوقت، هي عبايه للحرب العالميه. تمام. في منها بقى الوان يا استاذ بنت جريد. اللون بتاعها ده الزهري، الزيتي، الزيتي، البترولي، الوايت، الكشمير. 350. 350. انت عندك اول حاجه تبدا كام؟ هو اعلى حاجه بالنسبه للاستقبال 350. اعلى حاجه عندك ماشي، ما فيش مشكله. تمام. ده بالنسبه للموديل اللي حضرتك صورتي ده، دي الوانه. هي 350، الموديل ده ب 350. من سبع الوان من الاخر. اكبر مقاس فيه كام؟ يعني بيبدا من مقاس اكبر مقاس فيه مثلا اللي هو زي كده يا استاذه، يلبس مثلا ما شاء الله. مقاسات كبيره. فيها لا فيها والخامه بتاعتها ما شاء الله تحفه. انت عندك حضرتك عندك شحن صح؟ عندي شحن. شحن لجميع الدول. من جميع الدول. الزهري، وريني الشغل. حلوه قوي دي، جميله ما شاء الله تحفه. ده اول مقاس فيها. نازله على واسع. ده كام؟ 350. ده 330. 330 يا بنات، ده 330 جنيه ما شاء الله، جميله. دي الالوان اللي متوفره منه دلوقتي، وايت والزيتي. دي الواناتها، دي ب 330 جنيه. حلو الاسود دي، شايفين الشغل كمان من هنا، الشغل على الصدر كمان. 300 وكام دي؟ 330. والخامات بتاعتها ما شاء الله جميله، شايفين الخامه بتاعتها تحفه. دي الزيتي والكحلي، الزهري، الوايت، الملتي جري، الاسود. دي كلها الواناتها اهي زي ما انتم شايفين. 330. ده هي موجوده على العرض اهي. حلوة أوي الزهري، جميلة. شايفين الشغل الكم بتاعها تحفة بصراحة. التطريز نفسه لو خدت منه تطريز مختلف جديد. التطريز بتاعها حلو. 300 وكام؟ 330. 330؟ ده من طرف حضرتك 330. 330. ودي ألوانها يا ستي. ما شاء الله الألوان بتاعتها. ودي خمس ألوان. خمس ألوانين. بالظبط كده يا أستاذ. شكلها على العرض الزهري اللي جوه. الزهري اللي في الآخر ديت. أيوة. حلوة قوي. ده دريس مش جلابية. بالظبط كده. ودي بكام؟ 350. شايفين الشغل والتفاصيل بتاعته؟ ما شاء الله تحفة. ايه الجمال ده؟ الكم بتاعها. دي الألوان المتوفرة منها حاليا. ثلاثة ألوان. زيتي الزهري، أربع ألوان. أربع ألوان. 350. 350. ده شكلها أهو. دي جميلة أوي. شايفين الموديل بتاعها؟ الشغل بتاعها والتفاصيل بتاعتها أهي. جميلة أوي دي. دي كام أهي؟ 300 وكام دي يا عم سعيد؟ 330. 330. ما شاء الله جميلة. في منها الزيتي، الزهري، البترولي، والكشمير. أربع ألوان متاحين منها. موجود منها مقاس كبير ومقاس صغير. مقاس صغير ومقاس كبير. مثلا المقاس الكبير مثلا يعني عشان برضه ناخد فكرة عن المقاسات عندنا. ده مثلا الزهري منها، ده المقاس الكبير. ده مقاس كبير، ده يلبس أكتر من 100 كيلو دي. 120 كيلو بس. 120 كيلو. 300 وكام؟ 330. 330؟ ما شاء الله تحفة. الشكل بتاعها شايفين الاشكال بتاعتها ما شاء الله جميله قوي. انا بنده اسعار كده زيك زي اللي فاتح محل بيستاذ زيك زي ياكل عيش بالظبط. فستان شغل ورا وشغل قدام. هنشوف التفاصيل بتاعتها ما شاء الله، والشغل على الايد كمان والكم. 300 وكام؟ 330. 330. انت
330 جنيه ما شاء الله تحفة. اسود؟ اه اسود من تجري زهري موني لوفوي. اه الوانات الابيض اللي في النص دي حلوة اوي، دي جميلة واحلى فانية نازلة على واسع. هو كل الشغل اصلا عندنا بينزل على واسع. اه شكلها تحفة بصراحة. حتة في التلبيس دي لسه معاك. ايوه معايا. طبعا الكلام ده متصور برضو موجود على التليجرام عندنا. ده اسم المحل اهو ريتاج اهو. ريتاج للجلابية، اي حد يخش على التليجرام اكتب ريتاج للجلابية يظهر لك صفحتنا على كل الكلام ده. ما شاء الله جميلة. دي خامة مراسي رقم واحد يا استاذ. اشمعنى واقف في السوق هنا ان احنا بنجيب خامة اي كلام؟ لا انا مكان محل اي ما انا عارفة. زبوننا خلاص عودنا على ياخد حاجة نضيفة يلبس ويحصل. ربنا يوسع عليك يا رب. كل بترولي كموني كشمير زهري وفوري. دي حضرتك قلت 300 وكام؟ 330. 330؟ دي شكلها جديد حلوة قوي دي. رضا كمان كذا حاجة خلوا بعض دي كذا لون. شايفين الشغل بتاعها عالكم ما شاء الله، يعني مش محتاج كلام اصلا. الظهر كمان يا فندم بالظهر بتاعها، شايفين الظهر بتاعها الظهر الظهر زي قدام. دي عاملة كام؟ 330. 330 منها كشمير وبترولي. الوانات كشمير والمنتج بيه والموف والموف والبترولي. اه عنده خمس الوانات ما شاء الله، ربنا يوسع عليك يا رب. ملك التنجي عامله كام؟ عامله 400. حلوه قوي دي كمان. ده كده بالنسبه للشغل الجديد، ده اخر حاجه في الجديد. دي اخر حاجه في الجديد؟ بالنسبه للالوان. اه ده 300 وكام؟ 330. 330 بالظبط كده. دي الوان يعني انت عندك اول 350 و330 بالنسبه للموديلات اللي هي الجديده. اه تمام. ودي الاربع الوان بتاعتها. اربع الوانات بتاعتها. نفرد مثلا الزهري منها حلوه قوي. شايفين الشكل بتاعها يا بنات ما شاء الله جميل، والخامه بتاعتها تحفه بصراحه. ايه الفحه كده الكورنيش من تحت ولا لا؟ لا ما فيهاش كورنيش. شايفين الشكل بتاعها كده يا استاذ الكبير اللي هو ايه 330 150. دي بقى حاجه مثلا حاجه زي كده كده 330 النهارده 300. 300 عمل لها عرض يعني حتى لغايه لما تخلص الكميه اللي موجوده منها 300. اه تمام. حاجه ثانيه زي كده وليها الوانها برضه. حاجه ثانيه زي كده حلوه الكم الفراشه ده 300 برضه. 300 حتى نفذ الكميه. اه حاجه ثانيه زي كده كم فراشه. اه عامله كام؟ 300. العالمين 300. اه وليها ثلاث اربع الوان موجودين. ايوه الواناتهم كلهم بصراحه طبعا. الموديلات بتاعتهم جميله. اه الموديلات بتاعتهم جميله قوي جميله قوي. دي ده برضه 300. دي 330 جنيه. بكام دي؟ 300. 300 ما شاء الله عندك حاجات حلوه قوي. 300 موديلاتها جميله. وام 330 تحفه بصراحه. ماشي مثلا 280. 280 والله جميله حلوه. كفايه الشغل بس اللي فيها، الشغل اللي فيها جميل. زيتي وموف خمس الوان كمان يا فندم. زيتي وموف وكحلي ومنت جري وبترولي. اه حلو البترولي. طب انت ان شاء الله الحاجات دي معروضه للسوق الجاي؟ لا تحقق نفذ الكميه يعني. انا بصنع منه تاني، الكميه خلصت خلاص. اه كده برضو حلوه قوي دي تحفه بصراحه. الخامه برضو هي عشان تبقى انت شايفه الخامه. اي ما الخامه بتاعتها جميله، شايفين الخامه بتاعتها جميله قوي يا بنات اهي الشغل بتاعها جميل قوي. حاجه زي كده برضو. اه في عنده حاجات ب 330 جميله. دي نصين. اه برضو 280. ننزل بقى 6 جنيه. مفيش مشكله ننزل. 250. 250 حلوه قوي دي 250. جميلة قوي دي. جميلة. بكام دي؟ 200 وكام؟ 250.
دي الوان منها. طب دي الوانها موجوده دي حاجات لها الوان وفي حاجات فاضيه. طب دي الوانها ايه؟ دي الوانها ايه؟ ام 250 دي اللي ماسكاها الاستاذه، في منها الاوفايت والمسترد. طب الاثنين بس الاوفايت اللي هو الابيض يا ام استنى زي كده يا استاذه بكام؟ 250 الوانها الوانها في مسترد منها وكحلي بس. بكام ده يا عم سعيد؟ 280 جميلة. أربع ألوان 280. شايفين الشكل بتاعها ما شاء الله تحفة. أربع ألوان، أربع ألوانات وزيتي وكشمير ومنت جديد. حلوة ما شاء الله، والسعر بتاعها حلو 280، والخامة بتاعتها تحفة ما شاء الله. ما تقول لها العنوان كده يا عم سعيد. العنوان يا أستاذة بالنسبة لهنا السوق يوم الثلاث، سوق الثلاثة من المصريين بجوار إدارة مركز تدريب المعلمين. اه. تحت أو قدام الشؤون الاجتماعية. شنو؟ ده بالنسبة للعنوان يوم الثلاث. أما بالنسبة للكرداسة دي محلاتنا في مول الصعيدي وفي مول مصباح، محلات ريتاج. ريتاج؟ بالظبط كده يا فندم. بتروح أسواق تانية؟ بنروح المطارية يوم الخميس. فين؟ كابلات؟ كابلات اه. في مكان جامع الأنصاري. جامع الأنصاري؟ اه قدام بيم. قدام بيم. ويوم الحد في شبرا في مبيومي قدام الخديوي بتاع شبرا. عموما اقول لك رقم تليفوني برضه دلوقتي، اللي عايز حاجه ومش حابب مش عايز يجي الاسواق هياخدها بسعر هنا، بس هو يبقى عليه التوصيل لو هو القاهره. اه شحن يعني. بالظبط كده، بس هياخدها بالسعر هنا مش هياخدها بسعر شحن المحل، يعني المحل زي ما انت فاهم بيتكتب على الحته اونلاين اعلى بالتاكيد. ايوه ايوه ايوه. قول لنا رقم التليفون. التليفون 010 20 47 38 47. عندك شحن جميع الدواء؟ شحن جميع الدواء. ربنا يوسع عليك يا عم سعيد. شكرا.